نعم، مساء الخير. يعني بطبيعة الحال تركيا لدينا معها الكثير من التجارب، هي غير جريئة وغير شجاعة بأن تنفذ أي عملية بدون موافقة قبل الأطراف الدولية، وخاصة دون فتح، يعني لا يمكن للاحتلال التركي أن يقوموا بالهجوم على أي منطقة في شمال وشرق سوريا بدون فتح الأجواء. حاليا طبعا تركيا تحاول إقناع هذه الأطراف بمسألة فتح الأجواء السورية أمام الطيران التركي، في حال طبعا لم توافق هذه الأطراف الدولية. وكما هو ظاهر حاليا، تركيا لا يمكنها أبدا القيام بأي حماقة برية ضد مناطق شمال وشرق سوريا. قوات سوريا الديمقراطية ستتمكن طبعا في أي معركة تقوم بها تركيا، ستتمكن من صدها وإحداث الخسائر الكبيرة الذي سيؤثر بالمجمل على الداخل التركي، سواء من الناحية السياسية أو حتى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. نعم سيد فرهاد، رغم الرفض الروسي المعلن، إلى أي مدى أنتم تثقون، أو إلى أي مدى موسكو جادة في رفضها ومنعها لهذا الهجوم المتوقع، خاصة أن هناك حديث اليوم عن تفاهمات أو ربما عرض روسي لتركيا مقابل هجوم محدود؟ هل تثقون بالرفض الروسي؟ يعني بخصوص ما تسرب بمسألة التفاهمات التركية الروسية، هي مجرد حرب استخباراتية تقودها دولة الاحتلال التركي، لا يوجد شيء من هذا. قد يكون هناك بعض النقاشات، ولكن لم يتم إبلاغ قوات سوريا الديمقراطية، وبالمجمل قوات سوريا الديمقراطية لن تقبل أبدا بهذه الخطوات التي تحاول تركيا فرضها على الجانب الروسي. بالمجمل روسيا حاليا مطالبة طبعا بفك الأقبال عن أيادي قوات حكومة دمشق، وخاصة في المناطق التي تتعرض للعدوان. نحن نعتقد بأن قوات حكومة دمشق هي لا يمكنها فعل الشيء، لا يمكنها استخدام الأسلحة الثقيلة، لا يمكنها استخدام أسلحة مضاد الطيران على الأقل بدون ضوء أخضر روسي. لذا روسيا حتى تثبت طبعا صحة كلامها بأنها ضد أي عدوان أو ضد أي معركة تهدد استقرار سوريا، لابد طبعا أن تقوم بخطوات عملية. على الأقل هذه الخطوات هي استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الطيران الحربي والمسير للاحتلال التركي في المناطق المحتلة. خاصة طبعا نحن أكدنا منذ بداية العدوان، والآن أيضا نؤكد على ثقتنا الكاملة وبالدرجة الأساسية بقواتنا العسكرية، وكذلك شعبنا الذي بالفعل قدم خلال الفترة الماضية أشكال وصور رائعة جدا من الشجاعة والصمود تجاه هذا العدوان الذي استهدف مباشرا طبعا البنية التحتية وكذلك المناطق الآهلة بالمدنيين. أيضا في خلال هذا المؤتمر، مظلوم عبدي أشار إلى أن واشنطن تتواصل مع أنقرة لإيقاف الهجمات. ألا تتخوفون أن تقدم أنقرة صفقة ما لواشنطن مقابل هجوم على المنطقة وإن كان في نطاق جغرافي محدد؟ يعني بطبيعة الحال كل التدخلات التركية والغزوات التركية كانت مبنية على صفقات، لم تكن مبنية على قناعة المجتمع الدولي بالحجج التركية الكاذبة. عفرين كانت مقابل الصفقة طبعا، مقابل انسحاب وهروب مرتزقة الاحتلال التركي من دمشق، من درعا، من حمص، من حماة وباقي المناطق الأخرى. كذلك العدوان والغزو التركي على منطقة سريكانية، راس العين، وطن الأبيض أيضا كان مقابل صفقة طبعا مع الجانب الأمريكي. وهنا طبعا نحصر الجانب الأمريكي بالرئيس ترامب، الإدارة الأمريكية السابقة. ولكن طبعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أشار إلى نقطة مهمة. طبعا نحن ننظر إلى هذه الإدارة بشكل مختلف تماما عن الإدارة السابقة التي كانت أساسا مبنية على الصفقات بين الدول. نعتقد بأن الإدارة الأمريكية حاليا هي إدارة جدية في مسألة منع انتشار الإرهاب، ونحن نتحدث بشكل مباشر عن إرهاب القاعدة وداعش الذي يقف وراءه بشكل مباشر تركيا من خلال هذه الهجمات. وأيضا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية هي مهتمة بشكل الدعوة إلى الحل السياسي في سوريا بشكل عام. لكن على العموم نحن
طبعا نقوم بالتدقيق في كافة المحاولات او كافة ربما التوقعات فيما يتوقع بحدوثه في المنطقة بما فيها الصفقات بين هذه الدول. طيارات قسد في حال حدوث أي من التوقعات هذه أو المقايضات التي تحدثنا عنها؟ يعني يبقى الخيار الرد العسكري والشعبي هو الخيار نعم. الأصح من بين كافة الخيارات التي تحاول قوى الاحتلال والقوى الأخرى فرضها على قوات سوريا الديمقراطية. نحن لحد هذه اللحظة نختار بشكل أساسي خيار الرد العسكري والشعبي والمقاومة طبعا الشعبية والعسكرية ضد الاحتلال. نعم، أشكرك جزيل الشكر من شمال وشرق سوريا فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، شكرا لكل هذه الإيضاحات.